شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الدلوب الأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس 2023؟ عزيزي مولود الدلو يمكن تلاقي صعوبة بالتعامل مع المستجدات بين الثلاثة والأربعة، الثلاثة 15 والأربعة 16، ويمكن تشتغل على نقض اتفاق أو اقتراح بين الخميس 17 والسبت 19. بحز بقلبك أنه تشوف صديق ما عم ببادلك الوفاء، يمكن تندلع صراعات معه بهالوقت. انتبه من بعض المزاعم والشهادات ضدك، بس ما تنكس بوعدك إذا بتريد. يمكن تتلقى مكافأة بين الأحد 20 والتنين 21 إذا تعاملت بإخلاص وبصدق. الأمر يعني مش رح يكون بهالسهولة أبدا، يعني اللي عم بيصير معك بيخلي الجو ضاغط جدا، لكن رح ينتهي فيك المطاف إلى الانفراج والارتياح. فلما تشوف الأمور سودة قول ما رح تضلها سودة، هيدي غيمة ولح تمرق، وبعدين رح تبلش تفكر بحلول كثيرة، ويمكن تصفي الحسابات الماضية وتستعيد بعض الهيبة أو بعض السطوة بالأسبوع الجاي. بخبرك أكثر بالأسبوع الجاي وإن شاء الله خير.